وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أولم يتفكروا في أنفسهم تنير العقول وتلهج الألسنة للخالق: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقد جعل الله عز وجل الكتاب الكون كتابا منظورا وللناس معروضا ليتفكروا في بديع صنعه ومحكم خلقه، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند خالتي ميمونة فلما كان ثلث الليل الآخر قام النبي عليه الصلاة والسلام، أو قعد النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. فسبحان الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وجعلها سقفا محفوظا، ودعانا إلى التفكر فيها فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، فنتج عن ذلك اختلاف الليل والنهار، وهي آية تبهر العقول وتلفت الأبصار. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وسبحان الخالق العظيم وتبارك المدبر الحكيم. قال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. اللهم اجعلنا في خلقك متفكرين وبآياتك معتبرين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. أن الله عز وجل خلق الأرض مستقرة في ذاتها متوازنة في مواردها. قال سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والإنسان مسؤول عن الحفاظ على استقرار نظامها واعتدال مناخها واستدامة مقدراتها واستثمار خيراتها. فقد هيأها الله عز وجل وبسطها وجعلها ممهدة وأودع فيها من الخيرات، وأنزل الماء فأنبت به من كل الثمرات. قال سبحانه وتعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأنزل سبحانه وتعالى على التفكر في خلق الإنسان فقال عز من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فخلقنا سبحانه وتعالى في أكمل صورة وأحسن تمويل. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تمويل. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تفكروا في اختلاف صوركم وألوانكم وألسنتكم ولغاتكم. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. فليتفكر المؤمن في عظيم خلق الله وبديع تكوينه، وليتأمل الغاية من وجوده، وليعمل على تحقيق مراد الله عز وجل منه. هذا، وصلوا وسلموا على من أتم الصلاة والسلام عليه. قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر من اتبعه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده، الشيخ محمد بن راشد ونوابه وولي عهده، وسائر حكام الإمارات وأولياء عهودهم أجمعين. اللهم وفقهم لما فيه الخير والرشاد، وما فيه صلاح البلاد والعباد، واطمئن بهم الشر والفساد. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة، وارحم الشيخ سعيد بن زايد رحمة واسعة، واسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأهلنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره وتدبيره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهدنا واهد شبابنا ونساءنا وذرياتنا، وخذ بأيدينا جميعا إلى البر والتقوى، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching.